النزال والتي تلقيتم فيها تدريبات عسكرية سياسية فكرية عسكرية، ويجب عليكم أن تكونوا مثلا بالأخلاق والأدب وأن تطبقوا ما تعلمتوه داخل الأكاديمية على أرض الواقع، وأن تكونوا الجنود الأوفياء لحماية الأرض والعرض. وفي النهاية نجدد المباركة لكم ونشكر إدارة الأكاديمية على كل ما بذلوه من جهد في نجاح هذه الدورة. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلينا والنصر حليف. We'll be right back.